السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده درس مهم جدا للناس اللي هي دايما بتعاني من مشكله المقالات، وازاي اقدر اجيب ولا احصل على مقالات حصريه للموقع بتاعي او المدونه بتاعتي عشان اقدر احصل على ترافيك. طبعا مفيش ارباح بدون مقالات، مفيش فلوس تدخل لك على شغل على الانترنت بدون تعب. احنا النهارده درس النهارده للناس اللي هي دايما بتعاني من مشكله كتابه المقالات الحصريه ومنين اجيبها. النهارده بكل بساطه هتضيف بس العنوان بتاع المقاله، والذكاء الاصطناعي هو اللي هيشتغل وهو اللي يكتب لك المقاله. بكل بساطه النهارده هوريك ازاي تقدر بعد كتابه المقاله تقدر تنسق المقاله بتاعتك بحيث ان هي تتناسب مع السيو، كمان تحصل على ترافيك عالي جدا للمقاله بتاعتك بطريقه سهله جدا. كل ده هنشوفه مع بعضينا. قبل ما نخش في موضوع النهارده يا شباب، ده انا بذكرك لو انت اول مره شفنا النهارده، شوف قناتنا قناه نبض المعلومات، برجوك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس على كل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد القناه اول باول. اول حاجه يا شباب هنخش على الموقع الجميل ده. الموقع ده متخصص في كتابه المقالات بالذكاء الاصطناعي. هتلاقي الرابط ان شاء الله اسفل الفيديو في الديسكريبشن. كل اللي احنا عايزينه ان احنا هنعمل حساب على الموقع، هنضغط على كلمه البدء او ابدا هنا البدء، تمام؟ طيب انا ضغطت على كلمة البدء، نشوف دلوقتي هيجيب لي صفحة بالشكل ده. هنا ممكن نحط بريد الكتروني ونضيف كلمة سر، وبعد كده نضغط على انشاء حساب. انا عامل حساب جديد، او عفوا هنا يا شباب، عفوا بتعمل حساب جديد على الموقع، تمام؟ وهنا بتخش من البريد الالكتروني والرقم السري اللي انت سجلت قبل كده فيه، تمام. هنا انا هضغط على الدخول عن طريق جوجل، تمام. هضغط كده ضغطه، بيقول لي اختار الحساب بتاعك. انا هختار الايميل اللي انا هدخل بيه على الموقع عشان اسجل حساب جديد، تمام. بعد كده هو كده خدني على الواجهة دي، تمام. هدوس بس كده. هنا بيديني اختيارين، اما اشتغل عن طريق الادوات الخاصة بجوجل، ام اشتغل على الروبوت على طول. هنجي نضغط على كلمة على الروبوت ده عشان نبتدي نشتغل، تمام. هجيب لي خانة بالشكل ده، هنكنسل الصف، هنكنسل الواجهة دي. وبعد كده هنيجي على الجنب هنا شباب، هنيجي هنا هنكتب عنوان المقالة بتاعتنا. احنا بمجرد ما احنا هنضيف له العنوان على طول هو هيكتب لنا المقالة اللي احنا عايزينها. مثلا انا عايز اتكلم عن مثلا الربح من جوجل ادسنس، تمام. او خلينا نكتب مثلا كيفية الربح من جوجل ادسنس بالشكل ده، تمام. كيفية الربح من جوجل ادسنس. طيب هاخد العنوان ده باللغة الانجليزية بالشكل ده زي ما انا كتبته هنا في الترجمة. هاجي ارجع للموقع وهضيف العنوان بتاعي هنا، تمام، واخليه يكتب لي المقالة، تمام. بمجرد ما انا بضغط هنا بنتظر قليلا، لاحظوا كده ان هو ابتدى ينسق الكلام اللي هو مكتوب، يجيب لي مقالات او يكتب لي مقالات على نفس العنوان. لاحظوا كده يا شباب ان دي المقالة بتاعتي. طيب عايز انا ابتدي اضيف المقالة هنا عشان اخدها كلها نسخة واحطها عند على المقال. هنا الميزة اللي في الموقع ان هو بيضيف لك كل فقرة مع نفسها، يعني كل فقرة مع نفسها. ازاي يعني؟ انت ممكن بكل بساطة تضيف ترتب الفقرات دي لو حابب. لو انت مثلا حابب ترتب الفقرات دي، يعني مثلا هنا المكان ده فارغ لسه ما ضفتش فيه الفقرات دي، تقدر تضيف الفقرات في المكان الابيض ده عن طريق اضافة على العلامة الزائد دي. انا مثلا عايز اضيف الفقرة دي يبقى هضغط هنا، عايز مثلا اضيف دي الاول هضيف هنا، هضغط على كلمة على الموجب ده بيضيف لي الفقرة اللي انا عايز اضيفها هنا، تمام. عايز اعدل على الفقرة، طب هضغط هنا واقدر اعدل على الفقرة. طب انا خلينا بس ناخد كده اول فقرة، تمام، والتانية تحت منها والتالتة، كل الفقرة اللي تنضاف بتتشال زي ما احنا شايفين كده شباب، تمام. طيب هو هنا ضاف لي الفقرات
دي تمام. اقدر ازود عن كده؟ اه اقدر ازود المقالة عن كده، يعني انا عايز ازود المقالة بتاعتي اكتر من كده في المقالات عشان اقدر اتصدر مثلا في نتائج البحث وتجيب لي ترافيك اكتر. تمام، هاجي هضغط هنا برضو عشان يجيب لي برضو فقرات تانية وازود في المقالة بتاعتي. تمام، هنتظر شوية. لاحظوا كده يا شباب، ابتدى ينزل له اهو، ابتدي اضيف كل الفقرات اللي جات لي بعد كده اهو. اهو انا كده زودت المقالة بتاعتي. تمام، عايز ازود برضو هضغط هنا وهكذا. تمام، فانا هستكفي بان انا هاخد المقالة كده. تمام، هاخد المقالة زي ما هي كده واشوف هل طريقة الكلام وهل المقالة دي حصرية ولا لا. تمام، هاخد الاول كده نسخ ونفحص حصرية المقالة. خلينا نفحص الاول حصرية المقالة قبل ما نشوف ازاي هنقدر ننسق المقالة ولا هي هتنفع ان انا ابني عليها واعتمد عليها ان انا احطها عندي على الموقع ولا لا. طبعا موضوع سهل جدا، موضوع مفيش ابسط من كده، موضوع مفيش اعظم ولا ابهر من كده، انك انت تقدر تحصل على مقالات مكتوبة جاهزة باللغة الانجليزية، ما فيهاش اي اخطاء، ما فيهاش اي مشاكل، بدون ما تلجأ لاي خطأ في المقالة. هنيجي كده بكل بساطة يا شباب على موقع الفحص ونشوف حصرية المقالة. هنيجي كده نحذف المقالة اللي موجودة على الموقع ده كده، ونحط المقالة بتاعتنا لصق اللي احنا جبناها من الموقع، ونفحص كده. خلينا نشوف حصرية المقالة هل هتوصل لحد كام. تمام، طيب خلينا نكنسل كده. دي ادي المقالة اهي، هنفحص كده كمان مرة. خلينا نترجم بس الصفحة عشان نشوف انهي واحدة فحص. تحقق من الانتحال. نشوف دلوقتي حصرية المقالة دي هتدينا كام في المية. تمام، ننتظر لحد ما نشوف المقالة بتاعتنا هتجيب كام في المية. لاحظوا كده ان ابتدى هو يشوف حصرية المقالة وصلت 20% اهي. ننتظر لحد ما يخلص ونشوف المقالة هل هي حصرية ام موجودة على جوجل. هل هو جايبها من على جوجل ولا كاتبها لك فعلا حصرية؟ ننتظر بس شوية. اهو وصلت 50%. ستين. عشان المقالة طبعا هو حسب المقالة بتاعتي واصلة لحد فين. لاحظوا كده يا شباب ان هنا 100% المقالة حصرية، مفيهاش اي ان انا واخد مثلا الروبوت واخد اي حاجة من اي مقالة ولا من على اي جو من على اي موقع على جوجل. المقالة حصرية 100%، تقدر تستخدمها عادي جدا في الموقع بتاعك بدون ما تحصل مشكلة في جوجل ادس او جوجل يعاقبك عشان انت بتاخد المقالات. طيب ازاي هقدر انسق المقالة دي عشان تصبح ان هي متناسقة مع السيو وكمان احصل على ترافيك؟ خلينا الاول كده انا واخد المقالة دي نسخ، خلينا نخش كده على الترجمة ونترجم كده المقالة ونشوف مكتوبة ازاي، منسقة ولا لا باللغة العربية. لو انا عايز مثلا اخليها عندي باللغة العربية، انا كده ترجمت المقالة. لاحظوا كده يا شباب حتى كتابة المقالة، لاحظوا كده مكتوب اذا كان لديك مدونة او موقع ويب يمكنك كسب المال من جوجل أدسنس، انها طريقة رائعة لتحقيق الدخل اضافي دون بذل الكثير من الجهد. يعني بص، حاجة فعلا عظمة على عظمة.
مقالة مكتوبة بطريقة يعني فوق ما تتخيل، حتى جايب لك كمان اليوتيوب، لأن اليوتيوب معروف إن هو تابع لجوجل، يعني كذا طريقة، جايب لك كذا طريقة إنك تربح من جوجل أدسنس. تمام، ازاي تقدر تربح من جوجل أدسنس؟ العنوان اللي انا اديته للروبوت عشان يكتب لي المقاله كتبها بطريقه خرافيه. لو انا عايز ازود اكتر من كده، طبعا زي ما انا ذكرت لحضرتك كل ما انت تضغط هنا هتزود لك المقاله، تكتب مقاله يعني تزود في زياده الكلمات للمقاله. طب ازاي اقدر انسق الكلام ده؟ بكل بساطه يا شباب، هرجع كده تمام، هاخد الترجمه دي او المقاله، خلينا ناخد المقاله بالشكل ده، وهاجي كده في تكست، تمام، هفتح تكست جديد اهو، وهوريك ازاي تقدر تنسق المقالة حرفيا بشكل رائع في الموقع بتاعك عشان تقدر تحصل على ترافيك وتكون المقالة مناسبة للسيو 100%. طبعا هنا لاحظوا كده ان كل فقرة منضافة مع نفسها. الجميل والمميز ان هي ماشية فقرات، تمام. فاحنا هنا بكل بساطة ممكن نستخرج من كل فقرة او فقرتين عنوان ثانوي وعنوان مثلا فرعي وعنوان رئيسي، تمام. فاحنا ممكن هنا ناخد مثلا عنوان مثلا الربح من اليوتيوب، هو ذكر هنا اليوتيوب، يبقى احنا هنا هنقول مثلا الربح من اليوتيوب، خلينا ننزل كده ونقول مثلا الربح من اليوتيوب، وناخد كلمة يوتيوب اللي هي بالانجليزي دي ونضيفها كمان في العنوان. يعني بص هناخد كده عشان تبقى برضو داخلة في موضوع العنوان الفرعي، هنخلي ده عنوان فرعي في المقالة، تمام، وهكذا. يعني هنا مثلا هنشوف هنقرأ الفقرة اللي هو كاتبها لنا، وهنشوف نستخرج عنوان للفقرة دي، يعني كل فقرة هو كاتبها لك او فقرتين تقرأ الفقرات وانت تعرف تطلع ليها عناوين رئيسية او عناوين فرعية او عناوين سنوية. طب احنا عارفين طبعا كل واحد بيكتب مقالات وعارف يعني كتابة المقالات على بلوجر، عارف يعني ايه عناوين فرعية وعناوين رئيسية وعناوين سنوية. العناوين دي هي اللي بتعرف الزائر او القارئ ان دي بتتكلم، العنوان ده بيتكلم عن كذا كذا كذا. انا قريت مثلا ربح من اليوتيوب، هتلاقي هنا هو بكاتب لك ذكر كلمة اليوتيوب في الفقرة دي عشان هو العنوان بتاعها الرئيسي مكتوب كده، تمام. فاحنا من خلال الفقرات اللي هو كاتبها لنا هنا نقدر نستخرج منها العناوين الفرعية والعناوين الرئيسية عشان نقدر ننسق المقالة بالشكل الصحيح. طبعا يا شباب مش ده واحد بس بيساعد على السيو، كمان الصورة، ما تنسوش الصورة اللي هي تابعة للمقالة، لازم نجيب صورة معبرة للمقالة اكتر تميزا عشان ده بيساعد على السيو بتاع المقالة طبعا، تمام. بنخلص المقالة بتاعتنا وبنضيف لها الروابط الداخلية والروابط الخارجية، نشوف الكلمات المفتاحية اللي هي موجودة جوه المقالة اللي نقدر نربطها بمقالة موجودة عندنا على داخل المقالة بتاعتنا، وكمان ما ننساش ان احنا نضيف روابط خارجية، زي مثلا كلمة يوتيوب دي ممكن بكل بساطة نعلمها كده واحنا بنحط المقالة على الموقع، وبعد كده نعمل لها نضمن فيها رابط خارجي، رابط اليوتيوب الخارجي، تمام. كده انا ضفت رابط خارجي، كده المقالة بتاعتي بقيت تتناسب مع السيو تماما، لان موجود فيها موجود فيها صور، تمام، صورة، تمام، صورة معبرة للمقالة، عناوين فرعية وعناوين رئيسية، وكمان عناوين داخلية للمقالة، ربط المقالات في بعضها ببعض داخل المقالة، وكمان عناوين مضمنة، عناوين خارجية اللي هي العناوين، زي مثلا عنوان اليوتيوب اللي احنا ذكرناه، ممكن نجيب رابط اليوتيوب وضمناه جوه الكلمه دي. خلاص كده احنا قدرنا ننسق المقاله بتاعتنا بحيث ان هي تتناسب مع السيو تماما، وقدرنا نحصل على مقاله حصريه 100%. الناس اللي هي دايما بتعاني من مشاكل كتابه المقالات الحصريه وازاي اجيبها، ولو ما عنديش وقت مثلا او مش عارف اكتب مقالات اكتبها ازاي. ده كان موضوع النهاردة يا شباب، حبيتوا مثلا ان انا اعمل حلقة تاني عن الموضوع ده
او اكتر نتكلم فيه باستفسار اكتر في الموضوع ده سيبولي في اسفل الفيديو تعليق، وانا ان شاء الله هعمل كده وهعمل لكم حلقة بفسر فيها كل خطوة من الخطوات دي وازاي اقدر انسق المقالة بالشكل الصحيح عشان تقدر تتناسب مع السيو. وما تنساش ان شاء الله الدرس اللي جاي ان شاء الله هنعمل دورة زي ما انا ذكرت على المنتدى، دورة مجانية في السيو ومن غير ما حد يدفع اي مليم فيها، ونشوف هنصدر مقالات كتيرة ازاي على جوجل في نتائج البحث الاولى. ما تنسناش بقى باللايك الجميل بتاعك، ده اللي بيدينا دفع قوية ان احنا نستمر ان شاء الله في تقديم الدروس المهمة والافضل دايما في على قناة نبض المعلومات. ده كان درسنا النهاردة وشرحنا النهاردة، ما تنسناش باللايك الجميل بتاعك. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.